اهلا بحضراتكم من جديد. الاستوديو ما شاء الله، يعني احنا برنامج الابطال والاستوديو مليان ابطال الحقيقه والله، يعني سواء ايه او نهى، وطبعا نجمتنا الكبيره سلمى اللي معانا، اللي احنا بننتهز الفرصه دي بنستاذن طبعا بطلاتنا ان احنا نقدم لك الورد ده. سلمى يعني الورد ده نديهولك طبعا، نديهولك طبعا باسم البرنامج وباسم القناه، وبنستاذن طبعا ابطالنا، واحنا فرحانين بمكسبك قوي بجد. واستاذنا طبعا ابطالنا ان سلمى تبقى صورتها على التورته، وحاجه جميله جدا. وعايز اقول لكم ان انا يعني انا قلت لهم في الفاصل لو ينفع يكتشفوني في الكاراتيه يبقى انا شاكر يعني. وسلمى قالت لي همرنك. طبعا هتمرنيني يا سلمى؟ طبعا. ينفع؟ انا ينفع؟ يا رب يخليك، يا رب يا رب يخليك. طب استاذن حضراتكم ممكن كلنا نقطع التورته مع بعض؟ يلا وسلمى بقى طبعا هتبتدي. يلا يا سلمى، يلا سلمى معلش تعالي معانا يا نهى، تعالى اتفضلوا يا كباب، تعالي يا نهى، تعالي يا نهى، ايوه يلا. كده قطعنا التورته اهي، ولا بعيده خالص، بعيده، احنا بعيده عنك خالص يا سلمى. وعايز اقول برضه افكركم اللي ما تابعناش في الحلقه، ايه ونهى طبعا حصلوا على المركز الثالث بطوله العالم، ولسه راجعين من دبي امبارح وكانوا معانا. سلمى ما شاء الله خدت بطوله العالم في الكاتا برضه في الكاراتيه لدوي الهمم، وبرضه كانت راجعه من دبي من يوم او اثنين، وكلنا طبعا بننتمي النادي الاهلي العظيم. سلمى فريق طبعا دوي الهمم، النادي الاهلي بيستضيفه او بيرعاه، ونتمنى له كل التوفيق. وبطوله العالم اللي جايه عايزينها ان شاء الله، ان شاء الله. ونهى وعدتنا ببطوله العالم اللي جايه ان شاء الله. ايوه ان شاء الله باذن الله. وكابتن محمد انت عليك دور كبير، انت وكابتن محمد ان شاء الله، يعني توعدتونا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله بشكركم يا جماعه، نورتوني وشرفتوني، يا رب دايما كده من مكسب لمكسب ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان طبعا حلقتنا النهارده عن الكاراتيه، سلمى ونهى وايه ومدربينا العظام كابتن محمد وكابتن محمد، حاجه جميله، حاجه تشرف. بنشكر النادي الاهلي طبعا على رعايته لهذه الابطال، بنشكر مصر ان هي طبعا بترعى هذه الابطال، وان شاء الله مزيد من التوفيق ومزيد من الانتصارات، ودايما دايما النادي الاهلي هو بوابه الانتصارات. شكرا جزيلا لحسن المتابعه، واستنونا في حلقه جديده من الابطال.